السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أمل بنسا من جديد. نترحم على روح الفقيد رئيسنا السابق محمد الباجي قيد السبسي، الله يرحمه والله يغفر له والله يرزقه الجنة والفردوس. مهما كان إنسان خدم تونس في الماضي في تحت النظام السابق، وخدم تونس تحت الجمهورية الثانية، ويعني إنسان عمل على الانتقال الديمقراطي. ومهما تكون أخطاؤه، مهما تكون سيئاته، حسناته أكثر من سيئاته، ونحن نترحم على روح رئيسنا. ونحن شعب مسالم، شعب مسامح، يعني ليس لنا أي فوضى، يعني الشعب يرفض كل الفوضى، يرفض كل الـ الـ يرفض كل كل الصراعات الإيديولوجية والصراعات الدينية. يعني الشعب التونسي يعني أعطى درس في الأخلاق ودرس في الحضارة لكل الشعوب العربية وأوروبا وكل البلدان الأوروبية، كلها إعجاب بهذا الشعب الصغير 12 مليون، ولكنه شعب صغير وذكي ومتحضر. يعني يوم يعني كل على الإعلام العربي المتصهين كان يعني ينتظر في الفوضى، وينتظر في المظاهرات، وينتظر في الانقلاب العسكري، ولكن تونس بلد يعني متحضر، بلد مدني، ويعني بلد سريع جدا، يعني نجح في نقل الحكم في ظرف 6 ساعات، كما نجح في ثورته التي أتقنها في 3 أسابيع. بصراحة كلنا أعجاب، وكلنا يعني نحاول بناخدوش بالعين هذا الشعب التونسي. فرانشمون سي سوبر، سي انكرويابل، سي سا فدير. والاكثريه وتحيه اعجاب للجيش التونسي، تبارك الله عليه، في 48 ساعه يعني حضر جنازه اسطوريه، جنازه عظيمه جدا لرجل اعظم، يعني بكل هذا الاتقان، بكل هذا النظام، بكل هذه الدقه. بصراحة شابو با لهذا الجيش، الجيش الكبير، يعني جنازة في هذه التنظيمات، في هذه يعني جنازة كبيرة جدا، يعني يعني نجح في تنظيمها في ظرف 48 ساعة، وهذا جيد جدا، وهذا يعني يشرف تونس ويشرف كل الشعب التونسي. والإنسان يتساءل لماذا الشعب التونسي نظم جنازة كبيرة وعظيمة لرئيسهم السابق. هو الأكثرية في اللاوعي الجماعي أن التوانسة تحرموا من الجنازة بورقيبة، لأنه بن علي المستبد المخلوع حرم الشعب التونسي من حضور جنازة بورقيبة. لهذا يعني وقع مثل الفراغ في اللاوعي الجماعي، وهذا الفراغ يعني اليوم خلصناه، يعني خلصنا القديم والجديد، يعني بإعطاء جنازة يعني أسطورية لهذا الرجل الذي افتقدناه. ولا زلت أشيد بتصرفات الجيش التونسي. شوفوا هذا الجيش العظيم كيف يسقي الشعب التونسي وهو تحت الحر في انتظار الجنازة. بصراحة يعني تصرفات متحضرة وتصرفات نبيلة جدا. Non, c'est bon, allez-y, allez-y. Voilà, allez, voilà, allez, عندك انت, merci. شكون نتوما خويا سامحني؟ خويا شكون نتوما؟ برافو عليكم، برافو. أنا شفت وتبعت الجنازة من أول ما بدأت حتى كملت، يعني حوالي أكثر من 4 ساعات. بصراحة
شفت برشا حاجات وشاركت في التعليقات، وتفرجت على الجنازة هذه في السيت متاع سبوتنيك. سبوتنيك كان برشا فرنسيين يتفرجوا على الجنازة، وفما تعليقات، كان تعليقات إيجابية على الأخر، وكانت هناك تعليقات سلبية، وهذه التعليقات السلبية هي من طرف بعض الفرنسيين يعني المتصهينين. بصراحة هما الأسامي متاعهم ما همش أسامي فرنسية، هما أسامي يعني يهودية، كوم ليفينسكي. ونوريكم شنو قالوا على تونس، وهما يعني هما عندهم نفس الهدف كبلدان العربان الخليج، هو الهدف هو يعني اعمال الفوضى في تونس وارباك الشعب التونسي. وهناك يعني باش نقراو مع بعضنا التعليق باش نشوفوا ان الـ تونس مستهدفه من الكيان الصهيوني، مستهدفه من القوى الصهيونيه في العالم، يعني يحبوا في يعني بكل الطرق ان تونس تكون يعني تنقلب على ديمقراطيه، وان تونس يعني بالنسبه لهم مش ممكن تونس تكون ديمقراطيه الوحيده في العالم العربي، وكلهم يعني مش حابين بالكل ان الديمقراطيه تنجح في تونس. ونستعرض مع بعضنا التعليقات هذه، وبين سيو نستعرض ايضا التعليقات اللي عملتها اني باش نرد على الناس هذوما يعني ساكنهم الشر، وساكنهم ساكنهم يعني ساكنهم الشر، وساكنهم مشروع الفوضى في تونس. Voilà, donc en fait, sur ce site Spoutnik, فما تعليقات على ماكرون، تعليقات يعني عدائية لماكرون، وتعليقات يعني عدائية أيضا لتونس. هذا كما تشوفوا سيمون ليفينسكي ديما يحكي، دونك يرد على توانسة، توانسة قاعدة تترحم يعني على روح الفقيد، هو معناه يحاول باش يحمش فيهم. Par exemple, il m'a dit à Lina Henry, ce que tu n'as pas compris, c'est que là, c'est une propagande qu'ils sont en train de faire, émouvoir le pays suite au décès du président. Attends, tu vas voir la suite avec le premier ministre, tu vas voir que je sais de quoi je parle. Donc en fait, je mets à Douma, les mutassarines, mutalfines, fi Tunis, yani, بالنسبه لهم الجنازة هذه الكبيرة يعني اللي غيوسي أما هي بروباغندا بالنسبة لهم يعني هي بروباغندا لصالح النظام القائم. وقال يعني يحاول باش يقول الا بعد الجنازه فما حاجات باش فما يعني ديزانسيدون، فما حاجات باش تقع، ويحاول معناه باش يقول لك فما حاجات اون فاليز اتوندر و جو سي دو كوا جو بارل. دونك هو يعرف يعني لي بروجي، المشاريع هذه نتاع الصهيونيه في تونس، يعني دي بروجي نتاع ارهاب. وفي نفس الوقت، وقت الناس يعني تعزي في التوانسة، هذوما لي زاجون سيونيست قاعدين معناه يحكيو على الهجرة الغير شرعية كنتاج كدليل على الحكم الفاشل اللي قايد السبسي. وبعداش هذا سيمون ليفينسكي يحكي على ان توانسة ابخي تو معناه باش يعملوا ديزيليكسيون انتيسيبي. Donc, comme si au contraire, c'est exactement le moment de faire comprendre un minimum de personnes ce qui se passe et ce qui va se passer. Pour votre information, ils ont juste, après l'annonce du décès, avancé les élections. Donc, en fait, pour lui, c'est une mauvaise nouvelle, en fait, que la Tunisie avance les élections. Donc, في نفس الوقت, الإنسان هذا قاعد يتذمر معناه من لي رياكسيون تاع توانسة. وانا بصراحه معناها هي رديت عليه دو كوا جو مي ميل لي زيليكسيون سون تونيزيان اينو ريان افوار افيك لي فرونسي كسينوفاب، خاطر هو الى في دي جوجمون كسينوفاب. وواحد اخر رد عليه قالوا ان توكا سي فو فولي كو لي جون فو ريسبكت فو اوريي دو ايفيتي سو ديبا او موان بور لو مومون، على خاطر ان فيت سي سون دي جون كي نو ريسبكت با ان مومون ساكري، لو مومون دو داديو دان هوم بوليتيك. معناها بالنسبه لهم بصراحه ما عندهمش حتى احترام للمقام، وقاعدين يعملوا شربكوا في الدنيا في وقت الجنازه قاعده تمر في شوارع تونس.
Voilà, donc le Saïd Levinsky, il ne sait lab, donc il continue manipulation de masse par l'émotion. Ne leur faites pas jamais, ne leur faites jamais confiance, ce sont des traîtres au pouvoir, ils ne sont pas là pour la population. Il a dit Hamish fait la population, il a dit Hamish fait le Tunisi, il a dit Four, il a dit Amel Fouda, Zama Zama, il défend le Chouroub, le Hukouk Chouroub, il a dit Kaytou Fer, c'est vraiment un agent de Mossad, quoi, c'est un agent sioniste. Et en plus, il se moque, hein, et donc il se moque dans une autre page, il se moque de la révolution tunisienne ou du peuple tunisien. Donc en fait, moi, j'ai répondu à lui et à Charles, relisez vos propos, vous découvrirez que vous avez de la haine des Tunisiens. Au lieu de présenter vos condoléances à un peuple en deuil, vous vous moquez de nous, de notre révolution. Alors stop et sortez de la page. Et les élections tunisiennes est une affaire interne. في الإلكسيون التونسيين. والأكثر من هذا من ذلك يعني أنا عملت لهم une phrase assez frappante. قلت لهم les Romains ont été toujours jaloux des Carthaginois. Donc en fait, ce qui se passe sur cette page, on voit des gens issus de Rome, donc de l'Europe, qui se moquent, qui ont la jalousie, la haine de Carthage. Alors Carthage a toujours يعني suscité la jalousie de Rome. ومن بعد ذلك أصبح هذا السيد ليفينسكي يتبنى نظرية المؤامرة ليتحامى على تونس ويعني يحاول أن يقول للتوانسة ردوا بالكم من أسيادكم. Moi, je pense que vous n'avez pas précisé pourquoi il y a de la haine entre êtres humains. Nous sommes tous manipulés, français et tunisiens, par nos maîtres. يعني صهيوني يتبنى نظرية المؤامرة كان قلت الليل أصبح نهار. وبعدين يحكي على لاين وكيفاش لي تونيزيان ديتست لي فرونسي. alors انا رديت عليه لي تونيزيان نو ديتست با لي فرونسي مي اون في بيان كي نو ريسبكت كوم نو لو ريسبكتون. دونك ان فيت سي ماني انسان ماني يحاول باش يشيع الفوضى في الشعب التونسي والشعب التونسي يعني بصراحه قوي عليهم برشا. وبطبيعة الإنسان هذا يعني عامل روحه يتبنى في نظرية المؤامرة يقول يعني يحذر الشعب التونسي من النظام بتاعه يقول أن الزاتونتا الإرهاب يعني هي صناعة دولية صناعة يعني الدولة هي حدها تعمل في الإرهاب. alors شنو قال بالفرنسية ils nous ont fait pareil en France attentat juste avant les élections c'est des manipulations de masse ils ont la même recette dans le monde entier plus garder les populations sous pression pour que jamais ils ne se rebellent face à leur maître. معناه يحكي لك انه هو الارهاب مستعمل لتركيع الشعوب. يعني بطبيعة هو زعم زعم جاي مع الشعب التونسي ويعطيه يعني في حجج يعطيه في يعني في افكار بطبيعة لارباكه والاكثرية الهدف هو مش مصلحة الشعب التونسي ولكن يعني اشاعة الفوضى في الشعب التونسي. وفي نفس الوقت جماعة ذوما معناه هي من الاكستريم دروات يحاولوا باش يمسخوا سمعة التونسي. قال شنو vous savez comment se comportent les Tunisiens notamment à Marseille est-ce que vous savez une petite idée est-ce que vous avez une petite idée drogue voleur salopard vendeur du shit et dragueur et bientôt ils boivent de l'alcool mais se disent bon musulman. Donc en fait فما يعني حركة تشويه للذات الإسلامية للتونسي وحركة تشويه للمجتمع التونسي لأنهم بيساعدوهمش باش يشوفوا معناه جنازة في اللوكس وفي في النظام اللي شفناها اليوم. زد على ذلك معناه الجماعة هذه يحاولوا باش يقولوا ان تونس بلد غير مسلم وبلد ما عندوش حتى علاقة بالإسلام وما عندوش حتى علاقة بالعروبة. لكن بالطبيعة أنا لهم بالمرصاد que cela déplaise à tout le monde la Tunisie est un pays musulman et cela est une vérité historique et factuelle. Et بعدش هذا سيمون ليفينسكي ولا إمام يدافع على الدين الإسلامي يقال أمل بنس rappelle que quel président a enlevé l'obligation de se marier avec un musulman. Donc en fait هو يحكي على قانون سيبسي اللي يخول لكل امرأة تونسية من الزواج من إنسان غير مسلم. معناه بعد ما حاول كل الأدلة كل الحجج الراسيست يعني العنصرية الحجج يعني الإرهابية توا يحاول الحجج يعني الدينية. معناه ولا ليفينسكي ولا إمام يفتي كيفاش يعني تكونوا راضين على الباجي قايد السيبسي وهو يعني
خرج قانون على يعني اللي خرج قانون اللي يخلي المرأة التونسية تتزوج بإنسان غير مسلم. بالطبيعة هو الهدف هو إرباك المجتمع التونسي وإشاعة الفوضى. يعني معناه مازال كان ليفينسكي ما ولاش إمام يفتي عنا. والله مازال الانسان ماذا يحلم، يعني يحاول، يعني انسان كومبليتمون ديبيل في باله الناس بهايم ما يفهموش وما يعرفوش مشاريعهم الفوضويه في العالم. وهذا الشيخ ليفينسكي معناه يتطاول على التوانسة ويحكي، رد عليا قال لي او ما بوفر سي تو سافي مو لا ان دو الاسلام alors que plus haut je vous dis que l'islam est la solution à suivre vous avez vraiment vous n'avez pas vraiment honte. يعني هو انا قلت معناه انا قلت له ان هو كان اسلاموفوبي، لكن هو قال لي انا ندافع على الاسلام وانا المفتي وانا الامام وانا نحبكم تدخلوا في دين الاسلام. يعني اليهودي هو باش يدخلنا في الدين الاسلامي، هو باش يورينا معناه طريق الاسلام، معناه تكب سعد الاسلام. مازال كان ليفينسكي معناه ما ولاش مفتي عنا وما كانش يورينا الطريق. Alors, femme ou d'autre, Dali, Ismou Amin Rajdi. Alors, pour qui vous vous prenez donneur de leçons, libérez votre pays avant de parler du nôtre. Vous vous êtes amassés dans des paquebots comme des poules mouillées vers les pays du Maghreb à la Seconde Guerre mondiale. C'est vous qui êtes venu dans nos pays en colonisateur, puis on lâche. Alors, arrêtez de donner des leçons. En plus, la France n'est plus une destination pour les compétences tunisiennes, quant au racaille, etc. Donc, en fait, إنسان هذا يعني إنسان هذا يعني مسكون بعقدة الكبرياء، بعقدة يعني العنصرية بالنسبة للشعب التونسي وبالنسبة أي عربي أي مسلم. يعني في باله هو يعني لو سوبيريور، يعني هو سي فريمون لو توب. وان بلوس اي سو بيرمي، معناه يسمح لنفسه باش يلعب دور المفتي، دور الإمام، هو اللي باش يدل المسلمين على طريق الإسلام. يعني عيني عينك، معناه يعني يخدم في داعش. يعني ان فيت انسان علاش احنا نقولوا داعش شكون وراءها؟ هما وراءها الصهاينه، وراءها امريكان بالحق. يعني نشوفوا لي زانترفونسيون نتاع هذا ليفينسكي اللي هو يعني يدل لان داعش وكل كل يعني الطوائف الدينيه المتطرفه وراءها يعني الغرب، وراءها ناس متلثمين، ناس يعني متنكرين، وناس يعني يحكيوا على الريزو سوسيو ويعملوا يعملوا 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 في البروباغندا الدينيه لهدف واحد هو إشاعة الفوضى بالنسبة بيان سور سكو نابيل لو ديزوردر مونديال. واختم الفيديو على هذه المشاهد الرائعة، وإذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لايك، ما تنساوش تشاركوا في صفحتي فيسبوك وتشاركوا في قناة يوتيوب. كل شيء فري، كل شيء بلاش فلوس. وإن شاء الله في فيديو جديد، وإلى اللقاء. كانت معكم أمل بنس. يا باش اسمح، سامحين ودنيا واقفة. اسمح يا باش، اسمح يا باش، اسمح يا رئيس، مسامحينك. اسمح، الله يرحمك، ربي يرحمك.